واردة إلى قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات كيف معال تنشط على مستوى بلدية تازمالت ولاية بجاية بصدد تمرير شحنة من هذه السموم عبر إقليم ولاية بجاية. تستعمل في تنقلاتها سيارة نوع كيا بيكانتو بيضاء اللون تحمل ترقيم ولاية بجاية. على إثر هذه المعلومات تم تنشيط عنصر الاستعلام، حيث تم تحديد هوية أفراد هذه الشبكة بعد رصد تحركاتهم. تم وضع خطة محكمة أسفرت هذه العملية على توقيف السيارة السالبة الذكر، والتي كانت على متنها شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 34 و 42 سنة، ينحدران من بلدية تازمالت. بعد تفتيشهما باستعمال الثلاثي السينوتقني، تم العثور على 50 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر ب 4.7 كيلوغرام، مخبأة بإحكام داخل الباب الأمامي لمرافق السائق، وكذا الباب الخلفي لجهة السائق، وحجز جهازين إرسال واستقبال نوع روكترال مزودين بشاحن من نفس النوع به كابل للشحن، إضافة إلى حجز دراجة نارية ومبلغ مالي يقدر ب 320,000 دينار جزائري، كانت مخبأة بالصندوق الخلفي للمركبة من عائدات المتاجرة بالمخدرات، وحجز 6 هواتف نقالة و7 عقود شرائح هاتف نقال. على إثر ذلك تم توقيف عناصر الشبكة واقتيادهم إلى مقر فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي عيش من أجل مواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.